بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، النهاردة بنشرح أو بنوريكو الهيتر اليونيتك الكهرباء. هيتر يونيتك كهرباء، دي الكرتونة، أبعاد الكرتونة، وزن الكرتونة، وزن الكرتونة 6 كيلو، أبعادها 39 في 21 في 34، دي أبعاد دي الكرتونة. هنفتح الكرتونة مع بعض. ده هيتر يونيتك كهرباء، احنا لسه هنفتحه. وايه، وطبعا اللي عارف ان احنا عندنا التربو كهرباء برضو، بس احنا ايه قلنا نجيب اليونيتك ونشوف اليونيتك ايه اخباره، ايه وشكله، ايه وجودته عامله ايه. لسه نفتح اهو. تقريبا كده احنا فتحنا الكرتونه بالعكس، مش مشكله. كده الهيتر اهو، دي الكرتونه بتاعته، طبعا كرتون مقوى، حاجه محترمه. ادي الجهاز، بسم الله، ونحطه هنا على ده الجهاز. ما شاء الله، انا كده مبدئيا حاجه محترمه جدا. من جوه دي زعانف، حاجه محترمه، دي حديد مش بلاستيك، ما تسحش. جهاز تقيل، جهاز تقيل. من ورا بقى المهم في الدنيا دي كلها ان الجهاز نازل معاه الحاسس بتاعه، بظبط من 0 لحد 40 درجه الحراره، تمام، وقلنه ايه وف. الجهاز محترم، جهاز ما شاء الله، جهاز قوي. ده زعانف، مش الحديد اللي هو العادي، يعني ده ما شاء الله. انا اعتقد ان غرفه 25 متر يكفيها وهو مستريح، يكفيها وهو مستريح. هنبص هنا كده على طبعا هو 3000 واط انبوت باور، او بوت هيت، بيطلع 2580 كيلو. اوت بوت فوليوم بيطلع 240، بيشتغل على كهرباء 220، 15 امبير، وزنه 5 كيلو. شركه يونيتك طبعا، ده الجهاز، جهاز محترم. انا جهاز ما شاء الله، حاجه محترمه جدا جدا جدا. الجهاز متواجد لدى شركه عرب جروب. طبعا انا بصراحه يعني ايه، عاوز احط على الكهرباء اجربه، هجرب، بس انا خايف طبعا من الكهرباء عندنا ايه في المكتب هنا يكون السلك، بس مفيش مشكله نجرب. تعالى يا زهره. طبعا انا عندي المفتاح على القفة اهو، احط الفيشه. اشغل. اروح اشتغل. ما شاء الله، هو جديد. هو جديد شديد يعني. هو اشتغل كده. طبعا بظبط الحرارة من هنا اهو. كده رفعت الحرارة، رفعت الحرارة من هنا اهو. على الدرجة اللي انا عاوزها. انا كده عملت على ال 34 مثلا او 35. بدأ يسخن معايا. ده جهاز، جهاز محترم يا جماعة، جدا 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 ما شاء الله. جهاز محترم جدا جدا جدا، شركة محترمة، سلك محمل. طبعا شركة يونيتك شركة محترمة جدا. شغال زي الفل ما شاء الله. نفصل. شركة عرب جروب.